اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده. حلقتنا النهارده من قمه الجوله التاسعه من الدوري الانجليزي الممتاز. مانشستر يونايتد يخسر خساره قاسيه جدا على ارضه وسط جمهوره من ليفربول عدوه الازلي واللدود بخماسيه نظيفه. كان عندنا معلق مصري قديم، مش قديم قوي يعني، وهو كابتن ميمي الشربيني، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. كان قبل اي لقاء يتكلم ويقول ويقدم نفسه: اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، معكم معلقكم الرياضي ميمي الشربيني من اعلى نقطه من استاد القاهره للتعليق على احداث ماتش دوت ودوت. معكم ميمي الشربيني 90 دقيقه اشغال قرويه شقه. اول مره اعرف اشغال القرويه الشقه في ماتش اليونايتد النهارده، وخصوصا على دفاعات مانشستر يونايتد. قبل ما نبدا في تفاصيل الحلقه ونتكلم على مانشستر ليفربول، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. دعمكم باللايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى، فما تبخلوش علينا. حلمنا نوصل 10,000 متابع قبل نهايه السيزون. وما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات بخصوص جزئيتين. الجزئيه الاولى: هل تتوقع رحيل سولشاير، ومن هو المدرب الاقرب لقياده مانشستر من وجهه نظركم؟ النقطة الثانية: هل ليفربول فعلا تحسن دفاعيا بسبب قرارات كلوب، ولا ما تقدرش تقول ان هم تحسنوا بسبب ان ماتش زي النهاردة ما تقدرش تبني عليه ايجابيات بسبب ضعف مانشستر يونايتد؟ يا ريت اشوف ارائكم في الكومنتات. ليفربول النهاردة بقرارات جيدة بل ممتازة من يورجن كلوب بيدخل بالاربعة 4-3-3، ولكن في بعض التغييرات، استبعاده ماني وبدء بيه على الدكة هو ومتيب، والدفع بكوناتي في مركز قلب الدفاع الى جانب فان دايك. رباعي خط الظهر كان متواجد ارنولد اللي عمل مباراة جيدة جدا دفاعيا وهجوميا، على الشمال روبرتسون، اثنين قلوب دفاع فان دايك ومتيب، قدامه الثلاثي ميلنر هندرسون نابي كايتا. ومن الوهلة الاولى تعتقد ان الثلاثي في وسط الملعب هو مش ثلاثي كرييتيف، مش ثلاثي هيقدم لك كرة نظيفة، لكن في نفس الوقت الثلاثي دوت عمل مباراة جيدة، او على الاقل هندرسون وكيتا وجونز بعد خروج ميلنر مصاب، ودوت بتستنتجه من القرارات اللي عملها الثنائي كيتا وهندرسون. هندرسون صنع الهدف الخامس لليفربول، وكيتا صنع هدف لمحمد صلاح وجاب جون، وبالتالي قرارات كلوب تقدر تقول ان هي موفقه جدا بثلاثي هجومي كان متواجد فيرمينيو، محمد صلاح، وجوتا. وتحس ان جوتا وفيرمينيو كانت ادوارهم اكتر ان هم ينزلوا لنص الملعب ويسيبوا المساحات لمحمد صلاح، او واحد من الثنائي دوت جوتا وفيرمينيو بينزل وينطلق جوتا وصلاح في العمق وفي المساحات اللي بتتواجد. على الناحيه الثانيه سولشار بال 4-2-3-1، يعني قرارات في منتهى السذاجه، وانا من خلال في خلال مشاهدتي للقاء جالي صداع من كتر سذاجه سولشار النهارده. فكرة ان انت تكرر نفس الطريقة اللي اعتمدتها قصاد اتلانتا وتعتقد انك هتقابل نتائج مختلفة، فدوت عبط ما يعملهوش عيل في رابعة ابتدائي. النهاردة رباعي في خط الظهر: لوكشو، ماجواير، لندلوف، وان بيساكا. رباعي كراسي حرفيا، شبه الكرسي اللي ورايا ده، الكنبة اللي ورايا. الاربعة لو مش عارف قراراتهم في منتهى السوء، وسوء القرارات ديت مش النهارده بس، بل في مباريات سابقه قصاد نيوكاسل، ساوثهامبتون، ايفرتون. جميع الاهداف اللي دخلت في مرمى مانشستر النهارده تتحملها المنظومه الدفاعيه بالقرارات والتمركزات والتحركات السيئه من اللعيبه ومن الاستراتيجيات اللي بيصدرها المدرب للاعبيه. ثلاثي او ثنائي في نص الملعب: ماكتوميناي وفريد. الطبيعي ان انت بتلاعب ليفربول في اسوأ فتره ليفربول فيها على مستوى الافراد في نص الملعب، ما عندوش فابينيو، ما عندوش ايلوت، جونز ما بيلعبش، وبالتالي عنده لعيبه تقيله في نص الملعب، تقيله في الحركه مش تقيله كرويا، هندرسون وميلنر. فكان لازم بوجبا يبدا اللقاء وتبدا تبني، تبدا تربط الخطوط. حتى بعد اول 20 دقيقه لقيت ان في مشكله ما تحسسنيش ان القرار اللي انت هتاخده دوت هيقلب من كوكب الارض، هيحصل انزلاقات ميتافيزيقيه حلزونيه في خرم الاوزون. لا، طبيعي جدا تخطئ كمدرب، وطبيعي جدا انك ما تصممش على خطأك، لانك طالما ما انت بتصمم يبقى في اخطاء هتيجي واهداف هتيجي، لدرجه انك خلصت الشوط الاول متاخر باربع اهداف. مش بسبب ان بوجبا ما بدأش، لكن بوجبا احد الاسباب اللي كانت ممكن تعوضك عن
غياب فورمه الرباعي في خط الهجوم اللي بنتكلم فيه على جرينوود، راشفورد، برونو فرنانديز ورونالدو، الرباعي دوت ما كانش بيمارس عمليات الضغط. امتى النهارده سولشاير لو جيت تراجع الماتش تاني او تراجع الملخص ايا كان، امتى مش عارف الراجل دوت بيعتمد اي منظومه ضغط؟ هل هو بيعتمد الضغط العالي؟ هل هو بيعتمد مان تو مان بريشر، جيجنج بريشر، او بمعنى اصح ان انت تضغط من اجل اغلاق المساحات؟ النهارده في موقف في الدقيقه 25 تقريبا، اكتر من 5 لعيبه من لاعبي مانشستر يونايتد بما فيهم فريد، راشفورد، برونو فرنانديز، رونالدو وجرينوود جاي من ناحية اليمين، كل الخماسي دوت متمركز على يسار ملعب ليفربول بيواجه 2 لعيبة، ألكسندر أرنولد وكوناتي. فانت لا ضغط ضغط عالي شرس ولا تجمعت بخمس لعيبة من أجل إغلاق المساحات وتوجيه الكرة لناحية من النواحي ومن ثم الانقضاض، ما كانش فيه ده خالص. انت لدرجة النهاردة بتبدأ في الدقيقة 4 البس جون على طول، وجون ساذج جدا تكرر في أكتر من موقف، لو معايا الحالات هنشرها لكم هنا أو هنا. إزاي انت كرة كانت في نص ملعبك بترجع لأليسون بيكر ومن ثم بترتد عليك؟ لا بيساكا موجود متمركز في مكانه، لا ليندلوف في مكانه، لا ماجواير في مكانه، وبالتالي لبسوا لوك شو التغطية العكسية يا عيني على أكتر من 3 لعيبة بباص واحد، لدرجة إن صلاح إدى لكيتا، كيتا أحرز الهدف الأول في الدقيقة 4. كان ممكن شكل اللقاء يتغير ببعض الكور وبعض اللمسات من سولشاير لو سولشاير كان بياخد عنده سرعة القرار. الفرق ما بين كلوب وما بين كلوب وجوارديولا ومدرب زي سولشاير هو سرعة اتخاذ القرار. عندي مشكلة على طول كده، انا هغير مش هستنى عشان ما بين الشوطين اريح اللعيبة واقنعهم ان لا يا جماعة ما ينفعش. معلش يا سولشاير لو بالشخصية ديت وبالهدوء دوت يبقى مكانه بعد صلاة الجمعة بالصندوق عشان يلم الزكاة، لكن فكرة ان هو يقف على خط واحدة من اعند الفرق في العالم مانشستر يونايتد، لا مش شخصية المدرب خالص. المهم عشان ما نخرجوش برا الماتش والتفاصيل، الكرة الأولى كرة برونو اللي ضاعت بشكل غريب وتكررت في ماتش برشلونة، وفاكرين برشلونة وريال مدريد قبله بدقايق، ديست ضيع نفس الكرة تقريبا، فعيب قوي لما برونو نقارنوه بديست في الكرة زي كده ما يضيعهاش برونو. لكن قرارات برونو ومهاراته وفترته مع مانشستر تشفع له عن كرة زي كده. الكرة الثانية قبل احراز ليفربول الهدف الرابع، انفراد رونالدو اللي اخذ من خلاله انذار كان ممكن يبقى طرد بعد تدخله على جونز، وانفراده بأليسون اللي خرج بشكل كويس وتصدر الكرة، كان ممكن اللقاء يتقلب تماما وتتحول النتيجة ل3-2. لكن المشكلة الناحية التانية ان في قرارات غريبة كانت بتحصل بأي تمريرة، اي تمريرة ليفربول بيروح لمرمى مانشستر. النهاردة تمريرة روبرتسون لكيتا لأرنولد اللي عرض لمحمد صلاح او عرض لجوتا على البعيدة هدف. انت بتشوف اللعيبة بتتجمع كتلة واحدة ضغطين على حامل الكرة اللي هو جوتا ومن بعده صلاح، في حين انك سايب لاعب على الناحية اليمين لوحده بتضغط ضغطة ايها الرجال نحن رجال ضغطون ضغطة الرجل الواحد اللي هو يلا بينا يا جماعة. انت داخل الشوط الاول حرفيا الكلام اللي قاله سولشاير هو يا رجالة 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 هقول لكم ايه، انتوا طبعا عارفين احنا هنعمل ايه. فبينزلوا اللي انتوا شفتوه النهاردة، الهدف الثالث تمريرة كيتا لصلاح بعد ما يعني غريبة خالص، يعني كرة عرضية صلاح على حدود منطقة الجزاء عايز يسدد بتخبط هوبا بتوصل لكيتا على الناحية العكسية، تمريرة صلاح هوبا جون. 3-0 في 25 دقيقة تقريبا او 35 دقيقة. الهدف الرابع جوتا لصلاح، خلاص الدفاعات بقى تهلهلت، ما انت ما عندكش منظومة ضغط اصلا على حامل الكرة، عندك رباعي خارج الفورمة، ما عندكش اللاعب في نص الملعب اللي يربط ما بين الخطوط، فخلاص في مشاكل حصلت بالجملة بالاضافة للرباعي واخطاء الرباعي في التغطية والتمركزات وقراراتهم في الخروج او حتى كشف مصاد التسلل، مصيبة كارثة. فبتلبس الرابع بالمرة من صلاح عشان يحرز ثنائية. الشوط الثاني كتر خيره سولشاير من بداية الشوط الثاني قرر ان هو اذ فجأة انا هنزل بول بوجبا في الشوط الثاني،
يا عم حمد لله على السلامة. بوجبا واضح من بداية نزوله وهو بيضحك ان هو نازل متغاظ. ما الطبيعي ان انا كلاعب كورة، لاعب كورة، الطبيعي لما انزل في ماتش زي دوت بتنزلني 3-0 2-0 4-0، لكن في الشوط الاول ما تنزلنيش في الشوط الثاني بعد ما خربت مالطا. انت منزلني على اساس ان انا ليونيل ميسي، على اساس ان انا نوح اللي حبني السفينه وانقذ العالم من الطوفان. لا، مستحيل اللي بيحصل النهارده من سولشاير. فبوجبا بيكرر ان هو انا هغلط، ودي الكوره لهندرسون في نص الملعب، هترتد على يمين الملعب او على يسار ملعب مانشستر عشان مساحات تبان بكل سهوله وبكل اريحيه من خلال كوره مباشره وحيده. الكرات المباشره ديت يعني سهل جدا ايقافها، يعني باستثناء كوره بوجبا المقطوعه في نص الملعب، لكن فيما ما عدا ذلك سهل جدا ايقاف او حتى اغلاق زوايا التمرير، لان الاربع اهداف ما جوش من كرات مباشره من الجون للجون، او ما جوش من تمريرات قصيره، ده جت من كرات عموديه وكرات قطريه، لا في اغلاق للمساحات ولا في ضغط على حامل الكره، وهتلف تاني وهتجيب العيب على سولشاير اللي ما فيش استراتيجيه واضحه خلال ال 90 دقيقه النهارده. وبيكملها بوجبا بعد تسببه في الهدف الخامس انه بيطرد من الدقيقه تقريبا 60، طرد مستحق. وبيكملها مره تانية الحكم بعد الغائه هدف صحيح 100% لكريستيانو رونالدو. وبيكملها سوء الحظ في اخر المباراه والعارضه اللي وقفت ضد كافاني. لكن خلاص الماتش كان انتهى من بعد الشوط الاول. صعب جدا ان انت ترجع قصاد منظومه هجوميه في منتهى القوه زي ليفربول، ومنظومه دفاعيه زي ليفربول ذات نفسه بتحسن وبتجدد مع يورجن كلوب. انا شخصيا ما كنتش اتوقع السيناريو دوت، وخصوصا ان العقليه الالمانيه انا طالما بكسب بغض النظر عن الاداء فانا مكمل على كده لغايه ما تحصل الكارثه. لكن الراجل لقى ان في مشكله متجدده على مستوى المنظومه الدفاعيه وهتتسبب في شلل تام للرباعي. لا اخرج عم ماتيه، اطلع لي، انت عامل لي مشاكل ما بين السيرد باك والباك انصاف المساحات، عامل لي مشاكل ما بين فان دايك وماتيب، عامل لي مشاكل في التمركزات. لا تعالى كوناتي، انت راجل كويس سرعات، عندك مرونه اعلى من ماتيب، فاهم امتى تخرج وامتى تثبت، وبالتالي قرارات في منتهى القوه من ليفربول تتسبب ان ليفربول بيفوز على مانشستر يونايتد بخماسيه معروفه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، دعمكم بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى، فما تبخلوش علينا. سلام.